في مجموعة من الكذابين ومن أئمة الضلال في السودان دارين يلبسونا نحن إنه نحن السبب في توقيف الحلقات. وقاموا بينشروا في الكلام ده، جريدة السودان جابته والحمد لله أخواننا ردوا عليهم وهم نشروا الرد بتاع أخواننا والموضوع انتهى. فهمت؟ لأنه أنت لو جيت قلت لي نحن السبب، ما سبب نحن، ما سبب أنا، سبب أنا حصل يوم نحن جينا حلقة بدوشكا، حصل جينا بسيف، احنا بنقول للناس الله قال والرسول صلى الله عليه وسلم قال، بل الناس بيضربونا ونحن بنصبر. فهمت؟ وبنذكر دائما اخواننا بالموضوع ده. حامد بابكر المولد المشهور في ام درمان هنا قال ده الربيع الصوفي، وقام هيج الناس. فهمت؟ نحن ما قاعدين نهيج انسان ولا ندعو الى الاخلال بالامن عشان الناس ما تقعد تتاجر وتكذب او تلعب على المسلمين. واي زول بيقول الكلام ده يجي يناقشنا نحن. فهمت؟ دي المسألة الثانية. المسألة الثالثة، قبل ما نجي لموضوع لزيرك نجي لموضوع الهواري، قام طلع عليه بيان في الواتساب. فهمت؟ وأصلا دي وسائل، انت بتلقى الهواري وين؟ هل تحس منهم من أحد الهواري؟ فهمت؟ معليش لو كان عبد الحي بيجي يوزع قروش على الحلقات. فهمت؟ لو هو طبعا الآن أي واحد فوقهم بقى عنده كراع جوا وكراع برا داري يخش على عبد الحي وما قادر. فهمت؟ عشان يمشي عادين للمشكات ويدو الظرف بتاعه، ودار يمرق برا للسلفيين وبرضه السلفيين ما قادر عليهم لانه الشغلانيه بتاعتنا دي صعبه. فهمت الحاصل؟ فبقى مذبذب، بقى الزول مذبذب. قام طلع بيان وقام نصح فوقه الوزير. فهمت؟ وده علانيه، وده عندنا نحن كلام حرام في الشريعه الاسلاميه ومخالف لمنهج اهل السنه. الاشد من ذلك انه في هذا البيان الاصدر بقى يؤصل لمنهج الخوارج القعديه، كما قال ابن حجر الخوارج القعديه بتلقاه في هدي الساري شرح مقدمه او شرح او هي مقدمه لفتح الباري شرح صحيح البخاري. المقدمه دي ابن حجر اتكلم فيها عن الالفاظ الوارده في الاحاديث. فهمت؟ مثلا خرج شيصا كده تلقى ابن حجر اتكلم عنه، تكلم عن الخوارج القعدية وقال ده الفرقة من الخوارج بيحض الناس ويؤمن على الخروج على الأئمة ولا يخرجون. فهمت؟ الهواري داري يجي يأصل تاني بقى جنو، بقى داري يأصل ويشكك السلفيين في مسألة إنه النصيحة للحاكم تكون شنو؟ تكون سرا. قام قال النصح يكون في الخف، لكن يخرج من هذا الأصل، يخرج من هذا الأصل، أو لكنه يخرج من هذا الأصل لمصلحة تقتضيه. طبعا ده كله تقسيم باطل، الهواري إنسان مجنون بالتقسيم، زول عنده سافوتة بتاع التقسيم. فهمت؟ يقول لك المظاهرات أقسمها لأربعة وكلها حرام. طيب قسمتها دار توزيعها علينا يعني ولا شنو؟ أنت مهون في مخك؟ ده زول بليد. فهمت؟ مش هفتح بلاغ. فده ده 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 شنو داس؟ قال لمصلحة تقتضيه أو حاجة أو ضرورة تستدعيه. يا تمصلحة دي في إنك تألب الناس على الحاكم، يا تضرورة دي إنك تألب الناس على الحاكم. ده تأصيل شنو ده؟ من سبق الهواري بهذا التأصيل والتفصيل؟ قام جاب له شبهة حديث أبي شريح من الصحابة أنه نصح أميرا من الأمراء وأداه حديث في مكة إنه مكة عندها حرمة وكذا وكذا، والحديث ده ما فيه حجة لك لأنه أبي شريح رضي الله عنه مشى للأمير في محله، ونحن ما عندنا معاك مشكلة تمشي للأمير في محله، ما عندنا مشكلة بعد تمشي للأمير في محله تكلم معه. فهمت؟ لكن تمرق برا الحديث ده ما بيسعفك يا كذاب، يا الهواري يا كذاب. فهمت؟ يكذب على أهل العلم. وقال هؤلاء في نهاية المقال بتاعه تاني كرر نفس الكلام، هؤلاء شباب وصبية بجيك لكلامه. طيب قال فيكون تعيينا يعني تجيب اسمه وعلنا، لكن مع التغيض والانضباط بقواعد النصح. طبعا دي وهم ساكت، بعد ما يصل لك منهج الخوارج يقول لك مع الانضباط بشنو؟ بقواعد النصح، زي الفتوى بتاعت محمد اللمين اسماعيل في جواز المسلسلات. قال سألوه من المسلسلات اللي بيجيبوها في طيبة، قال طبعا المسلسلات اللي بيجيبوها في طيبة ناس الغناء قاموا قطعوا شنو؟ قال المشاهد الشينة. فهمت؟ يعني لو الدهبايه دي قطعوا المشاهد الشينة بيجوز لك تحضرها. يقول لك مع الشروط، وهم ساكت
يقول لك يجوز الاختلاط لكن مع الضابط الشرعية. نفس الشغلانية شغال الهواري، الهواري قال لي ولكن في مواضع قد يكون التعيين والعلن في نصيحة الحاكم لكن بالقواعد الشرعية. كذاب، من سبقك بذلك من العلماء؟ كذاب، فهمت؟ طيب أولا حاجة يا أخواننا الرد عليه معلوم، حديث أول أنا أديك أدلة مش دليل واحد، أدلة. الدليل الأول معروف لدى الناس، صححه الشيخ الألباني في السنة لابن أبي عاصم، فهمت؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يبده له علانية. طبعا الهواري ما بيقدر يصرح بتضعيف شنو الحديث عشان يخرج الناس ويتكلم في الحاكم ويدي لنفسه مبرر، يقوم يعمل شنو؟ يقوم يقول لك لا لكن هذا هو الأصل ويخصص ويقيد ولمصلحة، ما هو الدليل على التخصيص؟ العام يبقى على عمومي لغاية ما تجيب لنا دليل ثاني، فهمت؟ لغاية ما تمرك دليل ثاني. ده دليل واحد. دليل ثاني حديث أسامة بن زيد في الصحيحين أن الناس قالوا لأسامة لا تكلم الأمير، قال إني أكلمه فيما بيني وبينه ولا أحب أن أفتح بابا، لا أحب أن أكون أول من فتحه. قال القاضي عياض رحمه الله قال أراد بذلك بهذا الباب الذي لا يريد أو لا يحب أن يكون أول من فتحه هو باب المجاهرة في نصيحة الحكام، فهمت؟ حديث ثالث العلماء استدلوا به وهو حديث مشهور عند الناس وهو حديث ذي الخويصر التميمي، الحديث اللي قال للنبي صلى الله عليه وسلم اعدل فلم تعدل. الإمام الألباني أورد له رواية في السنة لابن أبي عاصم، ها؟ وجاء رجل إلى عبد الله بن عمرو بن العاص، ده الحديث، فقال له إنها هنا من هذا العراق قوما يطعنون على أئمتهم ويشهدون عليهم بالضلالة. فقال عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. قال ثم ذكر حديث ذي الخويصر التميم، وهذا فيه دليل على أن هذا الحديث يدل على حرمة الخروج على الحاكم سواء كان بالسيف أو بالكلام. والشيخ ابن عثيمين قال لأن هذا الرجل ما خرج بالسيف وإنما بالكلام. فهذا الحديث فيه فهم السلف الألباني صححه واستدل وأخذ به، وابن أبي عاصم أورده في كتابه، وعبد الله بن عمرو بن العاص، فهمت؟ من وين مركت مصلحة ولا قيدت لنا بضرورة أو قيدت لنا بوجود مفسدة أو غيرها من التقعيدات الباطلة بتاعت الهواري. زول كذاب ومفتري، قال ده الكلام قاله ابن تيمية والفوزان وابن باز وقال ومحمد ابن إبراهيم، أمرك كذاب. ما جاء ما في ابن تيمية ما نصح له حاكم وقال قالوها في كتبهم، فهمت؟ محمد ابن إبراهيم جمع كتاب، يا بليد جمع كتاب، ابن باز جمع كتاب كده ونصح فيه الحاكم. ابن باز خليك من الحكام رحمه الله، ابن باز عبد الرحمن عبد الخالق ما نصحوا علاني، ابن باز نصح الترابي ده الهالي نصحوا وما نصحوا علاني. تي تقول لي ينصح الحاكم علاني؟ ابن باز عشان كده في الفتاوى قال وليس من منهج السلف التشهير بولاة الأمر وذكر ذلك على المنابر، ليس من منهج السلف. أنا ما أعرف ده جابه من وين يكذب على ابن باز. قال فإن ذلك يفضي إلى المظاهرات وإلى الخروج الذي يضر ولا ينفع، وإنما الطريقة المتبعة عند السلف المناصحة فيما بينهم وبين الحاكم أو الكتابة إليه إلى غير ذلك من ما ذكر الشيخ ابن باز. فالهواري زول كذاب وزول دجال، عشان بعد ذاك يقوم يبرر. بعد ذاك قال بعد انتهيت من المقدمة قام ذكر له 7 أو 10 نقاط. طيب فده كله يا أخواننا كلام باطل، وده يدل على منهج الخوارج الذي يحمله هذا الرجل المسمى بالهواري، وده رئيس المجلس العلمي لجماعة أنصار السنة المحمدية، فهمت؟ طيب آخر نقطة قال ظهرت في الساحة مجموعات شبابية التي تدعي العلم، فهمت؟ يعني طوالب يقولوا نحن علماء، ما في زول قال علماء، نحن قلنا علماء. قال ولجهلهم وتعجلهم يسيئون إلى الدعوة،
وجل دعوتهم قال التجريح والطعن واللعن والسب. تميزوا تميزهم الفظاظة والغلظة وضحالة العلم وسوء الأدب، ينتسبون إلى أهل السنة وهم في الحقيقة دخلاء عليهم. فهمت؟ أسد سب ولا ما سب؟ أسد ما سب يا الهواري؟ لا تنهى عن خلق وتأتي مثله عار عليك إذا فعلت عظيم. أنت قاعد تسب، أنت سبيت الشيخ عبيد الجابري الهواري، قال عبيد الجابري ما حصل طور من ينتقد. طيب أنت حصلت طور تنتقدنا ليه؟ حصلت كيف أنت؟ ما سؤال لك. قال عبيد الجابري ما حصل طور من ينتقد. لما زره قال أنا قايل ده عبيد تاني يا ولد. فهمت؟ فده المجموعة من المجرمين قال دخلاء على السلفية. تعال ورينا خالفنا منهج السلف في شنو؟ سؤال، خالفنا منهج السلف في شنو؟ ما بتقدر تجيب. لكن الزول ده حسود حاغد مجرم، لأنه شاف المناظرات بتاعت أخونا مزمل جزاه الله خير وأخواننا، وربنا سبحانه وتعالى فتح بها. والله واحد أنا ما بعرفه ضرب لي مين فرنسا، قال لي في زول قدر ما دارين نقنعه بيقتنع. قال لي حضرناه والمناظرة الأخيرة بتاعتهم ثلاثة دي لحامد بابكر، قال والله زول ده مفروض يجيبوا له دكتور نفسي، ده حامد بابكر. فهمت؟ زول حسود الهواري، زول حسود لأنه ما بيقدر يناظر، ولأنه عنده مناظرة مع محمد المنتصر لذلك لأسد السنة جوا. أنت خدتها جوا دائرة تقوم لك شتلة ولا شنو؟ ما تمرق برا نشوف الحاصل. فده المجموعة من المجرمين، ده زول مبتدع مجرم حاقد حسود خارجي مضل للعباد والبلاد. يعني احنا في الحلقات دي اهتدى بها كم نفر قال الله حجباتهم بفضل الله، كم نفر من داخل السودان وخارج السودان، والله نحن لا بنعرفهم ولا عندنا بهم حاجه، ناس بيقول لك الحمد لله استفدنا، والناس تابعين متابعين يقول لك بالله يسلم على ابشوك وسلم على اخونا فلان، وين اخونا فلان اللي بيقيف ورا شيخ مزمل مثلا او كده. ما حقنا نحن. الناس اخر حاجه امبارح نزل في الغناء واحد سعودي قال انا عجبتني دعوه الشباب ديل، وذكر اخونا جزاه الله خير مزمل بالخير، وقال الشاب ده قال ذكرني بالشيخ محمد بن عبد الوهاب، قال وهو يعمل في نفس الظروف والله صحيح نفس الظروف بتاعت الشيخ محمد بن عبد الوهاب، نفس الظروف. اهل العامل فوق من اهل السنه والسلفيين يقعد يطعن فيك بورا يطعن فيك، وظهرت مجموعات ما عندها هم الا السب والشد. يا اخي نحن قاعدين نجيب كتب، يا والله نحن لو بنسيبوا نشتم الصوفيه يجيبوا محاضراتنا يوزعوها للسودان، يقول لهم ده شوفوا ده منهجه. لكن نحن منهجنا بادله وبايات وباحاديث، ونحن الكلام اللي قاعدين نجيبه كلام الصوفيه الهواري، الكلام اللي قاعدين نجيبه ده كلام الصوفيه. وانا الليله بفتح لك كلام يا تلعن معي يا اللعنه بتنزل عليك انت، والله اذا ما تبت لله والله تنزل عليك، والله ربنا ينزل عليك لعنه اذا ما تبت من كلامك ده. ناس بينشروا باطل زي ده، وانت عندك منابر، عندك قناة نور تلفزيونية، إذاعة نور 105.3، كلامه كله ما كان في التوحيد، والإزارك والخنجر وغيره من أئمة الضلال من الصوفية بينشروا في الكفر البواح، ويجيزوا الشطح، ويجيزوا وحدة الوجود، ويجيزوا غير الله بيخلق، ويجيزوا علم الغيب للأولياء وغيره، والتمسح بالقبور وأكل ترابة، والبشر يبقوا عبيد البشر. وده بيجي يمشي يتكلم لي عن مواضيع تانية، موانع الحمل، ويتكلم لي عن الطب البيطري والطب الزراعي، إن شاء الله جرادة ترفسك. أسيد دين لك؟ ده منهج صحيح لك؟ ها؟ ده كان كده دين النبي صلى الله عليه وسلم؟ لما أرسل معاذا إلى اليمن قال إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه لا يوحدوا الله. ونحن البلوى عندنا هنا دي أعظم من كفر أهل الكتاب، أعظم من كفر أهل الكتاب. أنا بديك في كتاب ابن عربي، أهل الكتاب ديلك قالوا الله الله وعزير الله، وديلك قالوا الله الله وعيسى الله ومريم الله. فهمت؟ وهنا ده بيقول لك، ومش قالوا مريم زنت بالله سبحانه وتعالى وتنزه، هنا في كتاب فصوص الكفر ببيعوه في الدار السودانية، قال النبي صلى الله عليه وسلم لأنه الله أحسن تجلي له في صورة النساء، الرسول صلى الله عليه وسلم تزوج 11 امرأة، قال وأحسن مقامات الوحدة بتاعت الوجود إنه الله يتحد بالمخلوق، وأحسن الأوقات هو وقت الوصل وقت النكاح، لما أنت تجامع وأعلى الذروة وأعلى الشهوة ده أحسن وقت بتاع تجلي.
رأيك شنو في ده؟ ده ما ملعون، ما ألعنوا ده، يا هواري يا كذاب يا مجرم، دار تجي تلعب على الناس وتدغدغ مشاعرهم، فهمت؟ طيب قال شنو؟ قال لم يسلم من ألسنتهم دعاة التوحيد قبل التصوف وقبل دعاة الإخوان المسلمين، قال فهؤلاء غطاء طرق. كذاب والله، والله نحن قاعدين نوري الناس طريق ربنا سبحانه وتعالى، وما قاعدين نجي نخط ورانا لافتة جماعة أنصار السنة المحمدية توحيد اتباع تزكية، فهمت؟ وما قاعدين نجي نقول ورئيس الجماعة إذا قال لك ما تغيم محاضرة في التوحيد ما تغيمها إلى غير ذلك. يا كذاب يا مبتدع، نحن ما قاعدين ندعو لجماعة ولا لحزب، أما أنت بتدعو لجماعتك وتدعو لحزبك وتدعو لعبد الحي يوسف وتكره الكلام في سيد قطب وتقعد تعتذر له في سبه لموسى عليه السلام، فهمت الهواري؟ فنحن الحمد لله الدعوة دي نحن بنتكلم بما علمنا الله، فهمت؟ ودي وظيفة أي مسلم علم شيء من الحق أن يقول وأن يدعو إلى الله سبحانه وتعالى، كما قال الله عز وجل قل هذه سبيلي شنو؟ أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. وزول ده دايرنا إحنا نقعد ونسكت، ما بنسكت، نفترض أن إحنا غير اللعن والسب والشد ما عندنا أسلوب إلا الأسلوب ده، كويس؟ الأسلوب ده كسر لك دعاة بتاعين شرك وبتاعين باطل كانوا منتشرين الآن في الجامعات، في الجامعات، في جامعة السودان الصوفية بفضل الله منبر أو منبرين بيقوا ما قادرين يشتغلوا، بيقوا ما قادرين يشتغلوا، بيقوا ما بيجوا ذات، واحد بيجي من بعيد تراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون، بعد ذاك يولي الدبر، ده بسب واللعن أنت ما توقفه، أنا بسيبه بلعن، حكمي في الشريعة شنو؟ قال الأدب، كويس أنا قال الأدب، داك بنادي غير الله ما تكلمت فوقه ليه؟ ما تتكلم فوقه. ولذلك إخواننا ديل ناس مخذلاتية، ناس مجرمين، والله سبحان الله، الزول كل يوم يزداد يقين أن هؤلاء لن يقيموا للإسلام وللتوحيد ولا نصف ذرة بتاع الدعوة، ديل ما يقيموها، بس جارين وراء منظمات، واحد يمشي يستلم له مرتب من وين، وذاك يستلم من المشكات، وذاك ادو قروش، وذاك المقرش الفلاني يقوم يديه أوامر، ولعب ساكن لعب، فهمت؟ وبقت مضحكة قدام الناس. وصية القحطاني. لله قلوا كلما أنشدتم رحم الإله صداك يا قحطاني.